جدل كبير انتشر خلال اليومين اللي فاتوا بعد مشروع قانون اللي اقترحه النائب البرلماني جون طلعت، اقترح تقديمه باستبدال عقوبة تعاطي المخدرات بإحالة المتعاطي للمصحة العلاجية لعلاج الإدمان لفترة محددة ما بين تقريبا 3 شهور ل6 شهور. طبعا بمجرد طرح الفكرة الموضوع ده أثار جدل ما بين مؤيد ومعارض وكعادة كل الاقتراحات البرلمانية. المؤيد شايف ان الموضوع ده خطوة لإنقاذ مستقبل كتير من الشباب وحمايتهم، في الوقت اللي الطرف المعارض شايف انه هيفتح الباب لزيادة نسب المتعاطين لعدم وجود عقاب رادع للمتعاطي. خلونا نسمع المزيد من التفاصيل او يعني حتى التعقيب من النائب عبد المنعم عليمي وهو مؤيد للفكرة. سيادة النائب، برحب بحضرتك يا فندم في الجمعة في مصر، مساء الخير. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم. وكمان معانا يعني وجهة النظر المعارضة سيادة النائب عمرو أبو اليزيد، برحب بحضرتك يا فندم، مساء الخير. أهلا، مساء الفل، أهلا بك. أهلا بحضرتك. هبدأ مع النائب عبد المنعم عليمي، أعرف بس حضرتك مؤيد للفكرة ليه يا فندم؟ اتفضل. هو بص حضرتك، هو في حاجة اسمها الإدمان وعلاج الإدمان. لو كان هناك في شخص طبيعي بيتعاطى المخدرات ولو راح المركز الطبي المتخصص لعلاج الإدمان فممكن أرتبط به بين العقوبة وبين إيقافه، يعني في عقوبة دلوقتي مخصوص عليها في القانون والقانون الخاص بتصل للسجن وبتصل للإعدام عند التجارة في المخدرات في أوضاع معينة. فلو كان المتعاطي ده مدمن بتعاطي المخدرات على أساس الإدمان ده ممكن تتربط إيقاف العقوبة علاجه في مركز إدمان وفقا لتقرير طبي صادر من هذا المركز. طيب أنا هستأذن حضرتك عشان أعفيه مباشرة كده، لا أنا ما أعفوش مباشرة، بس بعلق العقوبة على تنفيذها على إنه يعني بعد ما يتعالج يا سيادة النائب بينفذ العقوبة، يعني ده اللي فهمه من كلام حضرتك؟ معلش كان في تشويش. لا يعني أنا عاوز بس حضرتك عاوز أرتبط بالعقوبة والعلاج في مركز علاج الإدمان. نعم، لو الراجل يتعالج بتتوقف العقوبة. طيب يعني هرجع بقى للنائب عمرو أبو اليزيد مرة تانية، برحب بحضرتك سيادة النائب وأعرف وجهة نظر يعني واعتراض حضرتك على هذه المسألة، اتفضل. أولا طبعا إحنا في الفترة الحالية يمكن زيادة تجارة المخدرات وزيادة متعاطي المخدرات بتزيد يوم بعد يوم، ويمكن إحنا في الفترة الأخيرة طالبنا إن إحنا نغلظ العقوبة بتاع تجار المخدرات ومتعاطي المخدرات. موضوع ان احنا نعفي متعاطي المخدرات من العقوبه طبعا شيء مرفوض جدا، ده هيدي مجال لكل مواطن ان هو يجرب، يدي فرصه ان هو يخليه يجرب، حتى لو هو ما مش عارف يجرب يقول لك كده كده ما فيش عقوبه، لان اللي امن العقوبه خلاص هيعمل اللي هو عايزه. فحضرتك المخدرات دلوقتي منتشره بطريقه كبيره جدا، المفروض ان احنا بدل ما نغلظ العقوبه لا احنا بندي مجال للمتعاطي ان هو ممكن يتعالج وما فيش مشكله ما ياخدش عقوبه. هل تاجر المخدرات لو ما لقاش متعاطين هل هيتاجر؟ مش هيتاجر. فاحنا المفروض ان احنا نغلظ العقوبه على المتعاطين وتجار المخدرات، لان اي واحد متعاطي لو بطل تعاطي المخدرات تاجر المخدرات مش هيبيع لمين؟ احنا عشان كده احنا كنا عايزين نفعل ايضا الكشف على المخدرات في المصالح الحكوميه، الكشف على المخدرات في الانديه، الكشف على المخدرات اذا اي واحد بيقدم في وظيفه او في اي مكان اذا كان خاص او عام، ده هيبقى حافز ان اي شخص يحافظ على نفسه ما يتجهش الى تعاطي المخدرات. وهل العلاج من المخدرات هو ده الحل لمتعاطي المخدرات؟ هي اللي بيتعاطى المخدرات لاسباب معينه، بيبقى في ضغط نفسي، بيبقى في مشاكل بيتعرض عليها فبيهرب من هذه المشاكل، فاحنا سيبنا السبب الرئيسي ومسكنا في علاج المخدرات. طيب هروح للنائب عبد المنعم عليمي مره ثانيه، سياده النائب حضرتك سمعت يمكن النائب عمرو ابو اليزيد. انا سمعت وانا بايده في كل كلمه اقولها، بس التشريع ده عاوز ضوابط معينه بحيث ان انا اربط بالعقوبه ما تنزلش عن عقوبه الشخص اللي مرتكب جريمه وبين علاجه في مركز الادمان. ده اللي انا بقصده. فلو تم معالجته بتسقط العقوبه. ما تعالجش ورجع تاني تزيد العقوبه بل تشدد العقوبه عليه. ده المطلوب، لان عقوبه المخدرات النهارده بتعمل على تدمير الشباب في سن مطلوب تنميه بشريه، ومطلوب التنميه البشريه دي بتمثل 60% من الاقتصاد القومي. يعني دي بتاثر تاثيرا كبيرا على الاقتصاد القومي في مصر. فاذا لابد ان احنا نعتمد بالتنميه البشريه
ونعتمد ببناء الإنسان المصري بوفقا لما ورد في برنامج الحكومة في هذه الأيام. فإذا لابد أربط بين العقوبة وبين علاجه، ولو تعالج ورجع تاني للإدمان يعاقب بزيادة العقوبة وتتشدد عليه العقوبة. أنا بشكر حضرتك في التشريع حول تلك القضية. اتضحت النقطة دي. بشكر حضرتك سيادة النائب عبد المنعم عليمي، شكرا جزيلا. وبشكر كمان سيادة النائب عمرو أبو اليزيد على توضيح وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة لهذه المسألة، حتى نتناولها بالتفصيل بإذن الله في حلقات قادمة.